الاجتماع ديال لجنه القياده اليوم كانت فرصه اولا لتقديم الوضعيه ديال السدود والواردات المائيه بعد التساقطات المطريه الاخيره. واليوم كنا نقولوا بان الحمد لله دخلت السدود مليار و700 مليون متر مكعب، لجالات اننا تجاوزنا النسبه ديال 30% من ملء السدود، كنا في 23%، اذا بقى واحد التحسن مهم في هذا الاطار. كانت فرصه كذلك لتحييني البرنامج 2020-2027، لا في مجال البرمجه ديال السدود ولا فيما هو مرتبط بتحليات المياه، اخذا بها الاعتبار بالبرنامج الجديد الذي تم تقديمه امام جلاله الملك محمد السادس اياد الله من طرف المكتب الشريفي للفوسفات، واللي غينتج 560 مليون متر مكعب من تحليات المياه، واللي تم ادراج البعض منه اللي تيدخل في اطار تلبيه حاجيات بعض المدن بالنسبه للماء صالح الشرب، وكذلك ما هو مرتبط بماء السقي. وكانت فرصه كذلك لتحين كذلك البرنامج المتعلق باستعمال المياه العادمه المعالجه، وما هو مرتبط كذلك بالبرنامج الجديد للسدود الصغيره والتليه اللي تيجي من بعد 129 سد تلي اللي دات المبرمجه ديالو ما بين 2022 و2024. حنا تنتكلموا على البرنامج من 2024 الى 2027، واللي تيهم 200 سدود صغيره وتليه جديده، واللي تيدخل في اطار شراكه مع الجهات. وكانت فرصه كذلك لتاكيد على ما هو مرتبط كذلك بتمويل هذا البرنامج وإدراج الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص من بين وسائل ديال تمويل هذا البرنامج. وشكرا.